طيب هستأذنك ناخد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة. دكتور عباس ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. معايا خبر من مصر اليوم بيقول وزير الزراعة 2500 جنيه لسعر قنطار القطن للوكل الابلي ومن 2700 للوكل البحري. على اي مدى حددنا يعني السعر كده، وهل السعر ده مناسب ولا مش مناسب؟ ويعني احنا زراعة القطن امتى ترجع تاني للريادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنقول لكل اخوات الفلاحين والمزارعين المصريين اهلا بكم مع قناه مصر الزراعيه، القناه الرائده للمزارع المصري والمناره المفتوحه لكل المصريين الزراعيين. طبعا بالنسبه لنا احنا في المرور في هذه الفتره على كل المحاصيل الصيفيه، والحمد لله بصفه عامه الحمد لله الامر يعني مطمئن، وبصفه خاصه محصول القطن. محصول القطن هذا العام يعني احنا شايفينه ان شاء الله مبشر ومفرح للفلاح بالنسبه للانتاجيه. واحنا طبعا هذا العام زي ما تقدمت وتفضلت سعادتك بان في سعر ضمان لاقطان الاقصار 2700 جنيه للامتار بالنسبه للوكه الابلي و2700 جنيه للوكه البحري. احنا في البدايه احنا بنقول ده سعر ضمان. سعر ضمان يعني ايه؟ يعني احنا بنقول للمزارع اللي زارع قطن الاقصار اطمن ان القطن بتاعك ان شاء الله مش هيتراجع عن هذا السعر، ولكن اذا كان هناك في اسعار زياده عن ذلك فطبعا ايه هنقول له طبعا على بركه الله، وطبعا يعني يتم برضه شراء منه الاقطان بالسعر وقت الجني بتاعه باذن الله ان كان اكثر من هذه الاسعار. فبهذا السعر انا بعتبره سعر عادل وسعر ناجز وعاطي هامش ربح كويس للمزارع، وفي حاله زياده السعر عن ذلك احنا بنقول له برضه الف مبروك وهنشتري برضه بكل الاسعار الموجوده في حين الجني بتاعه. والجديد السنه دي ان احنا شايفين ان في تقدم بالنسبه للاقطان بتاعتنا وبالنسبه للمتونه والنعامه والجوده، القطن المصري فعلا بدا يرد وياخد عافيته بالنسبه للصفات الخاصه بتاعته اللي هي بتاخد البصمه العالميه اللي هو بيسموه القطن المصري. واحنا بنطمن كل الفلاحين ان شاء الله ويكون عام سعيد عليهم يا رب، ويكون بالرخاء والنماء. هي المشكله المتحدة عندنا دكتور عباس في زراعه القطن ايه؟ متى يعود القطن المصري الى الرياده مره اخرى؟ المشكله كانت عندنا في التصنيع، لان عندنا القطاع العام مصانع موجوده فيه بتشتغل بالقطن قصير التيله وقطن مستورد، كان عندنا مشكله كبيره. متى تختفي هذه المشكله ويعود القطن المصري الى الرياده مره اخرى؟ والله حضرتك احنا كيعني منظومه زراعيه او عايشين في الدوله المصريه، احنا القطن مش عاوزين نقول ان هو قطن على قد الزراعه المصريه فقط لا غير او وزاره الزراعه. تمام. القطن عباره عن منظومه كامله، في وزاره التجاره والصناعه شغاله فيه بالنسبه للغزول والنسيج، في صناعه الزيوت منه اعلى نسبه زيت موجوده بذره القطن، في صناعه الاعلاف من الكزب اللي بيطلع من بذره القطن بعد العصير، فدي كلها يعني معطيات كلها من وزارات مختلفه وجهات مختلفه ومصانع وتصنيع قائم على هذا المحصول الرئيسي. فاحنا ان شاء الله بهذه الطريقه كل وزاره وكل قطاع له علاقه بالقطن المصري والتصنيع منه، فاحنا بنعتبر ده بيعتبر ان شاء الله بدايه يعني الانطلاق ليه ان شاء الله بكيفيه الاستفاده من القطن المصري. حتى الخط يعني النبات نفسه اللي هو النبات نفسه بعد الجني دلوقتي في بعض الشركات بتاخد الحطب نفسه وبتدخله في ماكينات فارم بتطلعه زي الايه الماده الفايبر كده بيستخدموه في صناعه الكومبوست، وده حاجه ممتازه جدا. يعني اذا نبات القطن باذن الله احنا كوزاره زراعه او وزارات اخرى او هيئات اخرى منتفعه من زراعه القطن المصري بنبدا نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض وبنعمل حلقات تكميليه للمنتج من القطن المصري ان شاء الله، وكل فيما يخصه وتخصصه باذن الله. منظومه الاسمده بقى دكتور عباس، وانا عارف ان حضرتك مهتم بيها بشكل كبير جدا، ويمكن انت حضرتك من رؤساء القطاعات القلائل اللي وضعوا منظومه وداتت معلومات وتليفونات لجميع الجمعيات اللي موجوده في انحاء الجمهوريه كلها لمتابعه المنظومه، واهمها كمان محافظات الصعيد. كلمني عن منظومه الاسمده وضبط هذه المنظومه وعدم تسرب الاسمده للسوق السوداء. والله بسم الله دلوقتي الحمد لله احنا دلوقتي طبعا بالنسبه لل طبعا القطن مزروع منه دلوقتي حوالي 2.7 مليون فدان او 2.8 مليون فدان، وكلنا فلاحين وبنمر على الحقول دلوقتي، كل الذره دلوقتي في مرحله ما بعد 70 يوم، وفي بعض الناس اللي زرع بدر عن كده بدات تاخد العروه الاولى بيحولها الى سلاج، وفي ناس بتحب تزرع العروه الثانيه تاخد منها الكوز بتاعها، فمش محتاجه اسماد. بالنسبه للقطن، القطن الابلي دلوقتي بدا يفتح، والقطن البحري كله متكون لوز كبير برضه لا يضاف اليه اسمنت. بالنسبه للرز طبعا خلاص كله في مرحله الطرد او داخل على الحصاد،
برضه ما بحتاجش اسمده. بالنسبه برضه للدوره الرفيعه ابلي برضه ما بحتاجش اسمده حاليا، لانه كله طلب الهيد بتاعه اللي هي الحبوب اللي بتبقى في قمه النبات. احنا دلوقتي مركزين ان شاء الله الاسمده بتاعتنا والتسميد على الوجه الابلي لاكتمال حصص اللي هو القصب بالذات، واللي كان ليه اي متبقيات من الاسمده سواء في محافظات الوكي الابل او البحري ان شاء الله احنا معاه يوم بيوم، وهنفي بالكميات المطلوبه له بحيث تبقى موجوده عنده ممكن يستخدمها يكمل بها التسميد بتاعه او يعينها عنده لاستخدامها للموسم الشتوي. احنا مستمرين طبعا على طول في استلام الاسمده اليوميه ووضعها في المخازن، لان منظومه الاسمده لم تنتهي بنهايه موسم زراعه سواء شتوي او صيفي، ولكنها منظومه متواصله، لان كل ما يتوفر من المحصول الصيفي فهو على طول يرحل الى الموسم الشتوي، وكذلك اللي بيتوفر من المحصول في الموسم الشتوي بيرحل الى المحصول الصيفي. واحنا بنامل من الله سبحانه وتعالى ان يبقى عندنا على طول كميات صايده ترحل الى المواسم الزراعيه المتتاليه بحيث تسد الفجوه او الاحتياجات السماديه المطلوبه في الوقت المناسب، لان احنا بنستلم الاسمده على مدار ال 12 شهر، كل ست شهور بيمثلوا موسم زراعي. طبعا احنا عارفين في وقت الذروه للاستخدام هي دي اللي بيبقى فيها الاختناق، وخاصه في فصول الصيف بالذات في شهر 7 لان بيبقى محتاج كل الاحتياجات السماديه بتاعته اللي هي المفروض في 5 و6 و7 و8 و9 عاوزهم كلك في شهر 7، لكن احنا بنبقى مستلمين طبعا من شهر 4 و5 و6، ندخل على شهر 7 اللي هو الشهر الرابع بتاعنا، بيبقى لسه قدامنا شهرين 3 شهور لاستلام استكمال اسمده الصيفي، وهي دي الفتره الوحيده اللي بيحصل فيها اختناق بسيط. بس الحمد لله السنه دي كان اقل اختناقا من العام الماضي، والعام الماضي كان اقل من العام السابق، وندعو الله ان هذه المنظومه مع حركات او دورات اللي هي التتبعيه للمواسم الزراعيه يبقى فيه ان شاء الله نطور المنظومه ونزود برضه الاحكام على توزيع الاسمده بحيث يبقى في متناول كل مزارع، واحنا بنامل ان كل مزارع يوصله حقه من السماد، لان السماد لما بيوصل في الميعاد المناسب فهو مردود ايجابي على زياده الانتاجيه، طبعا وده كله بيساهم في النتج القومي الزراعي اللي كل البلد بتبقى ان شاء الله في الانتظار ليه من كل مزارع وكل مواطن عايش على هذه الارض. دكتور عباس، انا عارف ان حضرتك بتحب الجولات المدنيه قوي وما بتقعدش في المكتب كتير، يعني لما بتلاقي مشاكل قدامك يعني بتتعامل معاها ازاي وبتحلها ازاي؟ وانا عارف ان انت بتستقبل المشكلات دي على ان اللي بيقول لك على مشكله ده بيوفر عليك مجهود لجان ناس تنزل تشوف المشاكل دي، وبتتعامل مع المشكلات دي ازاي؟ وانت نموذج فعلا للمسؤول اللي يعني بيشتغل خارج الصندوق. الحمد لله برضو يعني احنا عملنا منظومه كويسه، ان احنا بنعمل جوله اسبوع، كل اسبوع بننزل على محافظه او اثنين على الاقل وبنلف، وفي حاجه كويسه قوي ان بدأنا نعمل علاقات ما بين الوزارات المشتركه في يعني في شيء، على سبيل المثال زي وزاره الري. عاده يعني بيكون على طول معظم المرور بتاعي او معظم مرور الساده الزملاء بوزاره الري انا بيجي ما بينه وبينهم اتصال، وهم برضه لما بينزلوا بيمروا في اي مكان بيجي ما بينه وبينهم اتصال، والحمد لله بيتم وضع الحل الفوري باتصال بالمسؤولين سواء كانوا في وزاره الري او في وزاره الزراعه، وننتقل بسرعه جدا لمكان الحدث او مكان اللي فيه مشكله معينه وبتبدا الحل الفوري على طول. والحمد لله برضه دلوقتي وزاره الزراعه بتعتبر يعني بتعمل تكامل ما بين جميع الوزارات اللي هي بتساند وتساهم في نجاح منظومه وزاره الزراعه، وانا بعتبر دي ان شاء الله من الخطوات اللي انا شايفها يعني على الطريق الصحيح، ان مش كل وزاره بتعيش لوحدها، لا دلوقتي كل الوزارات متكامله، واي مشكله بتبقى يعني بتظهر ولها علاقه بوزاره اخرى بيتم الاتصال مباشر على طول وبيحصل الاحتكاك، وان شاء الله بتنحط الحلول الايجابيه والسريعه لصالح المزارع المصري. دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزاره الزراعه، بشكر حضرتك جدا على المداخله معانا.